رجعنا الدم نعنى، تعبنا وما رجعنا الدم نعنى، مستمرين رغم قلة عددنا إلى يوم 25. موعدنا الخمسة وعشرين، موعدنا الخمسة وعشرين، كل احنا أولاد استشرين. موعدنا الخمسة وعشرين، نعارك ونطب هالصلفين. موعدنا الخمسة وعشرين، كل احنا أولاد استشرين. موعدنا الخمسة وعشرين، كل احنا أولاد استشرين. موعدنا الخمسة وعشرين. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نعم، منظمة أمريكية كشفت وفقا لدراسة أجرتها بأن أكثر السكان اكتئابا في العالم يعيشون في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي العراق وجنوب السودان. تخيلوا، العراق صار ثاني بلد على مستوى الاكتئاب على مستوى العالم. طبعا هذه المنظمة الأمريكية كشفت بأن أكثر السكان اكتئابا في العالم كما أشرنا يعيشون في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي العراق وفي جنوب السودان. طبعا بحسب موقع انفو تم إجراء المسح على 146 دولة، حيث تم قياس مؤشر العواطف السلبية منها الإجهاد والقلق والتعب والحزن والغضب إلى آخره بين السكان. 61% من السكان في جمهورية أفريقيا الوسطى اعترفوا بأن لديهم مشاعر سلبية، ما يقرب من 66% منهم يعانون من الألم الجسدي مقارنة مع 74 الذين يشعرون بالقلق، والعراق يأتي في المرتبة الثانية من ناحية مؤشر الاكتئاب على مستوى العالم. طبعا مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق نشر تقريرا بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، أكد فيه بأن أغلب العراقيين لا يستطيعون الحصول على الخدمات النفسية رغم حاجتهم الماسة لها. وأكد التقرير بأن إنفاق العراق على الصحة النفسية ضئيل جدا رغم حقيقة الاضطرابات الشائعة كالاكتئاب والقلق التي يعاني منها المجتمع العراقي بسبب الأزمات والحروب. أشار التقرير إلى أن العراقيين يدفعون 20% على الأقل من تكلفة خدمات الصحة النفسية، وبأن الكثير من العائلات تعجز عن دفع هذه التكاليف بسبب ارتفاع نسبة الفقر. أوضحت الصحة العالمية بأنه على المستوى العالمي يوجد 9 عاملين في الرعاية الصحية النفسية لكل 100,000 شخص، لكن هذا العدد في العراق ينخفض إلى أقل من عاملين فقط، ثلثهم من غير المتخصصين. احنا نتحدث عن موضوع الاكتئاب في بداية الحلقة وارتفاع حالات الانتحار بالعراق لأسباب معروفة تقريبا لجميع العراقيين، وراح نذكرها تباعا. طبعا كذلك منظمة أطباء بلا حدود أكدت بأن حجم الندوب النفسية التي يعاني منها العراقيون كبيرة جدا بسبب تداعيات الحروب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. أضافت المنظمة بأن الاحتياجات والصدمات النفسية والاجتماعية في العراق لها تأثير طويل الأمد على الناس وعلى أسرهم ومجتمعاتهم وعلى المجتمع ككل. أشارت إلى أن الصحة الجسدية لا تكتمل بدون الصحة النفسية، ودعت المنظمة إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الطب النفسي في العراق، وأكدت بأنها تقوم بتدريب بعض علماء النفس المحليين وغيرهم من المهنيين الصحيين في جميع أنحاء البلاد كجزء من برنامج دعم الصحة في العراق. طبعا أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية احتلال مصر المركز الأول لعام 2019 بين الدول العربية من حيث معدلات الانتحار بسبب الاكتئاب خلال عام 2016. بعد ذلك يأتي بالترتيب، طبعا تقريبا العدد كان 3799 في عام 2016، جاء وراها السودان. هذا التقرير احنا
اللي راح نشوفها هسه بحسب أرقام 2016 ومن أرقام منظمة الصحة العالمية في 2015، لكن الترتيب الأولاني اللي ذكرناه بأن العراق يحتل المرتبة الأولى الثانية من ناحية الاكتئاب، هذا من ناحية الانتحار مع الأسف، مصر، السودان، اليمن، الجزائر، العراق. مصر، السودان، اليمن، الجزائر، العراق بألف ومئة وثمانية وعشرين حالة فقط في 2019. خلونا نشوف هذا المؤشر من إعداد منظمة الصحة العالمية حول عدد حالات الانتحار في الدول العربية. نشوف مصر والسودان واليمن والجزائر والعراق. العراق يأتي الخامس عربيا، يأتي الخامس عربيا بعد مصر والسودان واليمن والجزائر. طبعا هذه الأرقام المسجلة، يعني هناك تقارير تتحدث بأنه الكثير من حالات الانتحار لا تسجل في العراق بأنها حالات انتحار. العدد كبير جدا مثل ما ذكرنا، 1128 هذه المسجلة في العراق فقط لعام 2019. معنا اتصال أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك ولقناتكم من بطل الأستاذ عمر. أهلا بك. بالنسبة لحالات الانتحار، نعم نعم أستاذ عمر، شنو أسبابها برأيك؟ يعني ارتفاع حالات الانتحار والاكتئاب في العراق، شنو أسبابها؟ نعم أستاذ عمر، هي مو بس حالات الانتحار، يعني حتى الحالات النفسية والمرضية ازدادت نعم. في الفترة الأخيرة بالعراق، وهذا حسب إحصائيات طبعا واصلة من وزارة الصحة. نعم. وعن الدكاترة موجودين عندنا بالعراق ومعروفين. الأسباب معروفة أستاذ عمر، هي بسبب الوضع المتردي للبلد. نعم. من 2000 حتى هذا اليوم، البلد مر بمشاكل مثل ما تعرفون كلش كبيرة، وما ترى مو سهل أستاذ عمر، يعني نعم بالفعل أزيد بلد بالمنطقة و بالعالم العربي كله تعرض للأهوال والمصائب كبيرة جدا. فنسبة الانتحار أيضا نابعة من السبب الاقتصادي، الشاب العراقي أكثر شيء نلقاه هو اللي ينتحر نسبة الشباب. ليش؟ لأنه الشباب بدأوا يوصلوا مرحلة أنه ميؤوس من حالهم، فيفكر بالانتحار لأنه وضع المادي غير مستقر، وضعه أو مستقبله مجهول في هذا الوضع السياسي المضطرب بالعراق. لذلك نشوف أنه حالات الانتحار زادت عندنا بالآونة الأخيرة. المشكلة الأخرى أيضا عندنا الواعز الاجتماعي أو الرادع الاجتماعي مثلا، أو المحيط العائلة أيضا بدا يقل تأثيره في سلوك البشر وتربيتهم، وبدا انه حسب اعتقاد انه ايضا يعني قلة تدين البشر لربما، يعني او لربما انه العائلة لها دور هنا في مسألة التربية وتعزيز النظم الدينية داخل نفسية البشر. زين أخي أبو محمد، إحنا تفضل. نعم. قبل ما أسألك. نعم نعم أبو محمد. نعم. إحنا نعم. مثل ما ذكرنا. نعم. بالتقرير، تقرير منظمة أطباء بلا حدود قالت بأنه العراق أصلا يعاني من قلة المستشفيات لرعاية. نعم. المصابين بالأمراض النفسية والاكتئاب، وكذلك قلة العاملين والمتخصصين في هذا المجال. يعني ربما السائل يسأل. نعم. يقول لك هي المستشفيات العادية، احنا المستشفيات تعاني، احنا تتذكر احنا قبل فترة قصيرة قبل ايام. نعم. كانت الناصرية وغير الناصرية تعاني، ما عندها اكسجين لمرضى فيروس كورونا. سيقول لك التعمي وين دعا تحشي، هم المرضى العاديين ما لاقين لا مستشفيات لا أسرة لا أدوية، فهذه كارثة. صحيح. نعم نعم أستاذ عمر، حسب ما اتهمنا من خلال المؤسسات الصحية أنه حتى الأجهزة الخاصة بالأمراض النفسية هي أجهزة غير صالحة للاستخدام لعلاج الأمراض النفسية. كلها من مناشئ هي غير
صحيحه ومؤذيه للمريض في حال استخدامها لعلاج الامراض النفسيه. وكثرت عندنا حالات الحاله النفسيه ايضا في السجون، لازم ننتبه لها المساله استاذ عمر. السجون العراقيه ترى بها هواي حالات لمساكين مرضى، يعني لا تعد ولا تحصى. يعني انا هذا اتكلم ليه دكتور يعني مختص بالامراض النفسيه، حكى لي يعني قال انه عندنا هيك حالات بالمستشفيات وبالسجون العراقيه. وسالته طبعا عن سبب الحالات، قال بسبب يعني الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي مر بها البلد تزداد هاي الحالات، هاي مساله طبيعيه. نعم. من خلال مقارنتها مع الدراسات للدول المتقدمه والوضع الاقتصادي بها والتاثير على نفسيه الانسان. نعم. نعم. فهذا ايضا السبب العفو الاجتماعي. نعم. له دور في طبعا الفقر، الفقر والبطاله. نعم. والحروب والنزوح. أكيد أكيد. والانفجارات. نعم. هذا كليش مثل. نعم. نسال. نعم. الله سعر. نسال الله ان يعين الشعب. انا اشكرك اخي ابو محمد من السماوه. اسباب الانتحار في العراق، طبعا اغلب الاحصاءات متعلقه بنسب الانتحار ترصدها منظمات حكوميه كالمفوضيه العليا لحقوق الإنسان، وترفق معها عادة أبرز الأسباب التي أدت للانتحار، تضع المشاكل الاقتصادية في المقدمة إضافة إلى الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى الخيانات الزوجية كما قالت، وانعدام الأمن. طبعا تقرير لوزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق، في إقليم كردستان العراق في عام 2014 جاء فيه بأن العراق بحاجة إلى مراكز طبية نفسية كثيرة بسبب ارتفاع عدد المصابين بحالات الاكتئاب بنسبة 45%، 45% بالعام 2014 بحسب هذا التقرير اللي أصدرته وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق. 45% من الشعب العراقي يعاني من الاكتئاب ويعاني من الأمراض النفسية الأخرى، نسبة كبيرة جدا. الأخصائي النفسي فوزي الحديثي في هذا التقرير اللي أعدته وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق قال لا يوجد في البلد سوى 3 مستشفيات لعلاج الأمراض النفسية، هي الرشاد وابن رشد في بغداد وسوز في السليمانية فقط، 3 عندنا بس. احنا عندنا هم يقولون التعداد السكاني يوصل بالعراق 40 مليون، إضافة إلى أن المستشفيات الخاصة بمرضى الاكتئاب تعاني قلة الأدوية والكوادر. أوضح هذا الأخصائي بأن الأوضاع المضطربة التي يعيشها البلد وتزايد حوادث التفجيرات وعمليات القتل والاغتيال أدت إلى ارتفاع نسبة المصابين بحالات الاكتئاب بنسبة 45%. طبعا عز المستشار في وزارة الصحة والاختصاصي بالصحة النفسية في إقليم كردستان العراق عامر عبد الرزاق أسباب ارتفاع عدد مرضى الحالات النفسية إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليهم. تابع بأن نسبة الإقبال على المستشفيات المتخصصة بالأمراض النفسية زادت خلال السنوات الأخيرة، وأغلب الحالات تعاني من القلق وتعاني من الخوف والكآبة النفسية الحادة. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك. عمر معك، تفضل. أستاذ عمر ما أصبح إن شاء الله. بس والله كهرباء ماكو، ما أعرف ما أعرف أنا لكم على سلمتك كهرباء ما عندي يعني. نعم نعم ماكو مشكلة، تفضل أبو زكريا. والله العظيم يا استاذ عمر محرب على سنة تقول انه كهرباء ماكو. نعم. اريد على سنة شلون عيني؟ استاذ عمر. نعم. سنة تحسون على ها ها احنا موضوع حلقتنا اليوم على ارتفاع حالات الاكتئاب بالعراق، العراق البلد الثاني على مستوى العالم بحالات الاكتئاب، وكذلك يحتل المرتبة الخامسة عربيا بحالات الانتحار.
شنو الأسباب برأيك؟ ليش الشعب هذه النسبة، نسبة ارتفاع نسبة الاكتئاب وارتفاع نسبة الانتحار بالعراق؟ الله الله يحفظ خنادق إن شاء الله، يحفظ المشاهدين إن شاء الله. الله يسلمك. والله قضيت لك حصل عاديه عاديه من العراق، انه لا شغل ولا عمل، يعني اذا زلمه عنده 10 نفرات ما يقدر يعيشهم، شو يسوي؟ ينتحر. العصابات، هاي الحكومه العصابات تابعين ايران تابعين امريكا، يبون فلوس العراقيين وعايشين العراقيين لا راتب معاناة ولا خدمات على العراقيين، بس مسجدين بنفسهم وسال عمر بالبوك والشيخان وطبعا البشاشين ذوي داري. نعم. الفرات وما عنده عايشهم والله انتحر. والله يحفظكم، يحفظ خنادكم. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا أشكرك، أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك كان معنا. طبعا مفوضية حقوق الإنسان اليوم في محافظة القادسية أعلنت عن تسجيل 17 حالة انتحار خلال العام الجاري فقط في محافظة القادسية. مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة محمد البديري قال بأن أسباب الانتحار بالمحافظة تعود لمشاكل اقتصادية واجتماعية سببتها الأوضاع الحالية. طبعا موقع المونيتور أكد بأن ارتفاع حالات الانتحار بين أوساط الشباب العراقي يؤكد حقيقة فشل الطبقة السياسية في حل مشاكلهم وتعثر الحكومة بأي حراك لإصلاح حقيقي، في حين أشار الموقع إلى أن حالات الانتحار سجلت انخفاضا بعد انطلاق ثورة تشرين التي منحت أملا في إنهاء سيطرة الميليشيات على الدولة. الاكتئاب بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية من العلل الشائعة على مستوى العالم برمته، حيث يؤثر على أكثر من 300 مليون شخص. يختلف الاكتئاب عن التقلبات المزاجية العادية والانفعالات العاطفية التي لا تدوم طويلا كاستجابة لتحديات الحياة اليومية، وقد يصبح الاكتئاب حالة صحية خطيرة لا سيما عندما يكون طويل الأمد وبكثافة معتدلة أو شديدة، ويمكن للاكتئاب أن يسبب معاناة كبيرة للشخص المصاب به، تردي أدائه في العمل أو في المدرسة أو في الأسرة، ويمكنه أن يفضي في أسوأ حالاته إلى الانتحار. وفي كل عام بحسب منظمة الصحة العالمية يموت ما يقارب من 800 ألف شخص من جراء الانتحار، الذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة العمرية 15 و29 سنة. طبعا على الرغم من وجود طرق علاج معروفة وفعالة لعلاج الاكتئاب، نجد بأن أقل من نصف عدد المتضررين في العالم، أقل من 10% في كثير من البلدان، يتلقون مثل هذا العلاج. تشمل العوائق التي تقف حائلا أمام الحصول على الرعاية الفعالة نقص الموارد، عدم كفاية مقدمي الرعاية الصحية المدربين، ومثل ما أشرنا بأن العراق يعاني من قلة الأدوية والمستشفيات والمتخصصين بهذا المجال، الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، الناس تستحي ولا وشلون وش يقولون الناس عليها هذا مخبل. هناك عائق آخر يقف أمام تقديم الرعاية الفعالة، يتمثل في عدم دقة التقدير في البلدان من جميع مستويات الدخل. لا يتم في كثير من الأحيان تشخيص حالة من يعانون من الاكتئاب بشكل صحيح، ويتم تشخيص حالة الآخرين ممن لا يعانون من هذا الاضطراب في كثير من الأحيان بشكل خاطئ مع وصف مضادات الاكتئاب لهم. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. حياك الله أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك، حياك الله، يا أهلا بك، تفضل. وحيا الله قناة الرافدين ومشاهدين قناة الرافدين. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. اي حفظك الله استاذ عمر. الله استاذ عمر، بالنسبه لموضوعنا مال الانتحار وكثره يعني الاحداث اللي قاعده تصير عندنا بالعراق. نعم، يعني العراق اليوم يصدر، العراق يصدر المرتبه الثانيه عالميا بحسب منظمه امريكيه من ناحيه الاكتئاب بعد افريقيا الوسطى. نعم. والخامس عربيا. نعم. بحالات الانتحار. نعم 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 استاذ عمر. نعم. استاذ عمر، شيء اكيد هو استاذ، احنا يعني البلد اللي وحيد اللي بيه المآثر وحالات النفسيه اللي متعبه، اللي
اللي طيله هاي ال 20 سنه جت هاي الحكومات المتعاقبه للعراق ودمرت العراقيين ودمرت الشباب، يعني بصفه العوالي العراقيه اصبحت حالاتها متعبه جدا للغايه، لانه الانسان العراقي استاذ قدرته فوق تحمله، يعني صعبه ممكن الانسان يتحمل يعني مشقات حياته شهر شهرين سنه يتحملها، ممكن هاي متعبه، لكن عده السنين اللي تمر بالحالات الانسان يعني عدم سيطرته، يعني عدم توفر الى حياته ملتزمه، حياته جديه يعني يتعامل بها كهو انسان الى قدرته الى يعني تقدمه للحياه، هذه الاشياء اللي ما متوفر الانسان العراقي الساد، فدائما يفقد هاي الامور، يفقد هاي الامور اذا كان هو طالب في مرحله اعداديه او في مرحله متوسطه، يكمل دراسته ويحاول ان يكمل دراسته، لكن مرات توصل الى مرحله الساد يعني يراد لها ماده، يراد لها صرف، فتلقى العائله العراقيه الساد بعضها يكون يعني ضعف عندهم بالماده وتوصل لهم يعني الى مثل مرحله بحيث انه اذا كان طالب يتوصل انه يدرس فيكمل دراسته بهاي الامور اللي ممكن الانسان يعني يتلذذ بحياته، يعني على مود يحس نفسه كبشر حال بلدان اخرى، كيف يوصل، كيف يعمل، كيف له شهادته، كيف انه الدوله تحافظ عليه وتحترمه وتخلي له مكانه. فاكثر الاحيان تجي مثل ناس يعني طلبه او ناس كاتبه انه ما عنده فقوت يومي او ما عنده حياته، العائله تكون يعني صعبه بهاي الامور انه تواصل حياتها، فدائما الانسان يكون يعني يشوف نفسه حرمان، يعني ماكو احد يلتفت عليه، ماكو احد يعينه لا من دوله لا من منظمه انسانيه لا منظمات اجتماعيه، حتى عائلته تكون فقيره جدا جدا بسبب هاي الظروف وهاي المأساة، الحكومه اللي قاعد تحكم العراقيين اللي طول 17 سنه، فيصير عنده حالات يعني ماكو انه يعني للنجاح، وكيف يريد يوصل، كيف يريد يحقق امانيه، فيحاول يعني يخلص من حياته، يحاول يخلص من كل ما تبقى من عمره، لان يعني ماكو بعد فشي انه يوصل له بسبب الماده وبسبب الحرمان اللي قاعد يعيش المواطن العراقي. فيعني هو الانسان الله خالقه مجرد ان يعيش، مجرد ان ياكل يشرب ويوصل له الى مكانه. في ساعه استاذ عمر يفقد الانسان هاي كل هاي الامور من حياته، يحاول يعني يفضل الموت، يفضل الموت، والله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان من اجل ان يعيش، من اجل عبادته، من اجل امور يعني انه المستقبل يتفهم من أدى، ياخذ من أدى فد يعني يعتمد عليه، فكل هاي الامور يصير بسبب ان ينتحر ويخلص من هاي الحياه البائسه اللي خلقتها هاي الحكومه وفي هاي الظروف، فكثره هاي الانتحارات الاستاذ عمر اللي قاعد تصير بالعراق سبب البطاله والحرمان وسببها المادة وسبب الحرب النفسية اللي قاعد يمر بها العراقيين جميعا. أحيانا الناس أكثر مو أنه ينتحر يشنق نفسه أو يدمر مكان نفسه عالي من جزر أو من شاط أو يحرق نفسه أو فتاة تحرق نفسها، مثل قاعد اللي فتيات اللي صار عندنا في كربلاء وبالنجف وفي محافظات الناصرية وفي بغداد، هواية فتيات حرقت نفسهن بسبب يعني الظروف يعني اللي قاعد يمر بها البلد أستاذ عمر. نعم زين أبو عمر، إذا تحدثنا عن دور الحكومات المتعاقبة من العام 2003 ولغاية الآن وبالتحديد وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة من نجي ونشوف تخصيصاتها إن كان على المستشفيات العامة أو الرعاية الصحية بشكل عام أو على الحالات الصحية النفسية ضئيلة جدا وقد لا تذكر، يعني لا أنت نجحتي في بناء مستشفيات ولا بتوفير أدوية ولا بتوسيع الأسرة في المستشفيات ولا بتوفير الأكسجين بالأزمة الأخيرة ولا كذلك بالحالة الصحية، يعني أنت كمواطن من العاصمة بغداد كيف تقيم دور وزارة الصحة في هذا المجال أو الحديث اليوم عن الحالة الصحية في الصحية النفسية في العراق؟ استاذ كلامك جميل جدا استاذ، الحاله الصحيه ايضا كذلك من الحالات اللي الانسان اللي بعد ما قادر يتحملها، يعني من تروح المستشفى تراجع او عياده خارجيه، الله يبعدكم ويبعد كل المشاهدين الكرام، يعني في مرض مزمن او في مرض يعني خطير
ما ممكن علاجه على حالته الماديه ضعيفه تكون استاذ، فيلجا الى مستشفيات الحكوميه في سبيل انه هاي الحكومه متوفره له يعني الادويه، متوفر العمليه اللي راح يكون ممكن يحتاج لها. فهاي الامور اللي موجوده عندنا بالعراق استاذ يعني بكل المستشفيات في بغداد وفي محافظات يعني ما موجودة بها أجهزة شنو ما موجودة إنه يروح يفحص بها ويسوي كلها يكتب له الدكتور افحص برا سونار أو غير سونار أو أي أجهزة كشف استاذ يفحصها برا. فما ممكن إن الإنسان يعني عدة مادة وعدة حالته يعني متمكنة وكان يروح مستشفيات أهلية، هذه أهلية موجودة بكثرة في بغداد المحافظات موجودة، لكن بس أكو إنسان طبقته ضعيفة يعني دخله محدود ما ممكن أنه يروح المستشفى حكومية ما موجودة. فكل هاي الأشياء ما مفقودة يعني بالمستشفيات الحكومية من دواء من مدوات تخدير من حتى العناية بالغرف المرضى أستاذ يعني ما مو هذيك العناية الزينة متوفرة. يعني إذا الإنسان عندنا راح طب المستشفى سوى فد عملية من هالنوع يعني إذا ما لقى فد علاج وفد أبرة يعني وما عنده إمكان يحتاج هذيك الساعة يموت يعني كثير عندنا ماتوا من العراقيين في المستشفيات يعني ما بسبب يعني أبرة 150 ألف أو 200 ألف أو فلان مادة يحتاج أو فلان دواء أستاذ يعني هم سووا نص حياته جهزوا بس باقي نص ما عنده امكانيه. فالانسان يموت عندنا يعني كثره الوفيات اللي تصير بالمستشفيات يعني نلاحظها كثيره راسا يكتبون عليها مات في نوبه قلبيه في فلان شيء هو السبب من عندهم ما متوفره اجهزه عندهم ما متوفره ادويه. انسان استاذ يعني شو يسوي؟ اجى وصل المستشفى وما عنده الامكانيه فيموت حال الانتحارات قاعد تصير يعني صح. ما مهتمه الدوله العراقيه بالمواطن العراقي يعني لو نشوف الغرب نشوف استاذ عمر العفو يعني بعض الدول يعني عندهم الحالات الرفقه بالحيوان يعني اهم ما يكون عندهم بالانسان يعني اذا نلاحظ مثل في الولايات المتحده وبعض الدول قطه تكون متعلقه بين ادميه عاليه تلقى فرق الدفاع المدني قامت الدنيا وما تقعد اصلا في سبيل انقاذ هذه القطه من اعلى البنايات يعني كيف اهتمام لهم في دور الحيوان اجلكم الله. فكيف احنا البشر اللي قاعد يموت بسبب الانتحار بسبب الادويه يعني ما ممكن يعني علاج يضوي يعني هذه الحكومات المتعاقبة يعني الشباب ذكروني هسه يعرضون هذه الصور هم الشهداء والموتى بقبرهم ما خلصوا من الجماعة بالعراق. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. من مسيرة المهندسين الحمد لله أعداد كلش قوية، مسيرة مهندسين وجوه وعقود وزارة الكهرباء مطالبين بالتثبيت. اهلا بكم من جديد، نستكمل معكم ما جاء في تقرير منظمه الصحه العالميه ويعني جاء فيه بان عبء الاكتئاب وحالات
الصحة النفسية الأخرى آخذة في الارتفاع عالميا، ودعا قرار جمعية الصحة العالمية الذي تم تمريره في أيار مايو من عام 2013 إلى اتخاذ استجابة شاملة ومنسقة بشأن الاضطرابات النفسية على الصعيد القطري. طبعا حقائق رئيسية حول الاكتئاب، يعتبر من الاضطرابات النفسية الشائعة كما أشرنا قبل الفاصل، ونذكر كذلك بالرقم على الصعيد العالمي يعاني أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار من الاكتئاب. الاكتئاب هو السبب الرئيس للعجز في جميع أنحاء العالم، وهو المساهم الأساسي في العبء العالمي الكلي للمرض. يتأثر عدد أكبر من النساء بالاكتئاب مقارنة بالرجال، في أسوأ حالاته يمكن أن يفضي الاكتئاب إلى الانتحار. وهناك وسائل علاج فعالة ضد الاكتئاب، هذا اللي مفروض يعني وزارة الصحة في العراق تركز على موضوع العلاج وبناء مستشفيات جديدة لإنقاذ الشعب المتضرر. طبعا تقرير لموقع ذا واير العام الماضي قال بأن العراق يعاني من ارتفاع نسبة المتضررين من الأمراض النفسية نتيجة سنوات طويلة من الصراعات والحروب، وأشار إلى أن ما يقرب من 20% من سكان العراق يعانون من اضطرابات نفسية. وذكر التقرير بأن الكثير من أولئك المرضى محرومون من العلاج والرعاية الكافية لعدم وجود وعي كافي بطبيعة الأمراض النفسية، بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية الناتجة عن المرض النفسي. فنادرا ما يتم التحقيق أو البحث في أسباب الصحة العقلية ما يسبب القلق بشأن مستقبل المرض في العراق. أضاف بأنه لا يعرف الكثير عن أسباب حالات الانتحار بسبب عدم وجود مؤسسات لتقييمه ودراسة تلك الأسباب بشكل عام وعدم وضع الحلول المناسبة لها. لكن من المعروف بأن العوامل الرئيسية للأمراض النفسية في العراق ناتجة بالتأكيد عن إساءة المعاملة والصدمات النفسية والإهمال، العزلة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الشعور بالوحدة، الحرمان، الفقر، الإجهاد الشديد، الخوف على المدى الطويل. تابع المركز بأن دراسة أجرتها الدراسات الوطنية العراقية في عام 2018 عن تحليل حالات الانتحار من خلال فحص بيانات التحقيقات القانونية عن أسباب الوفيات، أظهرت بأن معدل الوفيات بالانتحار بين كل 100,000 فرد عراقي كانت 2.18%، 1.21% من الذكور، و 0.97% من الإناث، ما يشير إلى زيادة سريعة في حالات الانتحار بين أعوام 2015 و2016 والتي بلغت 1.31%. أشار إلى أن أكثر الأساليب الشائعة في عمليات الانتحار كانت الشنق بنسب 41%، استخدام الأسلحة النارية بنسبة 31.4%، حرق النفس بنسبة 19.2% من مجموع الحالات، كما أن أسباب 24.1% من حالات الانتحار كان الاضطراب النفسي، حيث شكلت حالات الاكتئاب ما نسبته 93.9% من حالات الانتحار نتيجة الحالات النفسية. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يحفظك الله يا لك. الله يخليك. أخوي عمر، حالات انتحار كثيرة. نعم. حالات انتحار كثيرة، يعني هسا قبل فترة قلت لكم أكو أمرأة بالمستشفى وبتريد حليب الطفلها. نعم. يعني أنا ما ذكرت وقتها يعني الأشياء هواية، فقال من أجيب لك يعني حليب وأنا شغل ماكو أروح انتحر؟ يعني يجي وصلت الحالة زين، هاي وحدة تجي مثلا واحد إيجار ما عنده، يضطر يا أما يعرف عائلته وأطفاله أو يذبهم، أحيانا يذبهم، ويعني حالة نفسية تعبة. يعني مثلا واحد يشتغل وما يطلع على باب الله وما يشتغل، وأكل ما يعني شغل ما عنده وما يجيب فلوس، يعني يجيب أكل جهالة، حالة نفسية دمرة. يعني تجي أي إنسان عراقي خصوصا في هذه الحكومة تدفع العراقيين، هو سبب هذه الحكومة، يعني لا عيش محترم، لا حياة طبيعية، لا خدمات، الإنسان هل شصر بي حالة نفسية تتعب. يعني هسه أنا واحد ما أطلع يوم إذا ما أشتغل الصراحة حتى ضغط عندي يصعد، أضوج، ما أتحمل أي واحد يحشي آية، أي واحد ينرفزني من الأطفال أو يعني أي واحد رأسا أثور عليه. نعم. رأسا تلقيني أعصابي تالفة. فهي الحالة النفسية أخي هم خلقوها، جابوا لك ناس متمرسين
ويعلموهم، هم يعلموهم يعني يعطوهم درس كل فترة، يعطوهم درس سوي 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 بحيث الإنسان يكره نفسه. هي عصابة متمرسة على قتل العراقيين وتبديل يعني صحتهم وتدميرهم وتدمير كيانهم. يعني تجلس لسه يجي واحد مثلا عنده عملية وقال له يا بطي الدواء من برا، زين هذا وفلوس قليلة عنده، شو يصير بحاله؟ يتخبل يعني عصابة تتلف، فنفسيته تتعب واموره يعني تصير سيئه. او واحد ما عنده حليب لابنه شلون؟ نعم. وما عنده يعني ما عنده، يروح يقدي عيب، يروح يطلب عيب، نفسيته تتعب. اشياء هوايه يعني هسه لو تذكرها تسوي كتب 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 والله يعني تسوي قصص. فيا اخي هذول ناس كفره ملحدين مدمرين للعراق وما خلوا شيء. يعني هسه لما يجلس الفلاح لما يزرع ذاك اليوم وصل الكيلو بربع دينار للطماطة. نعم. يقول لي فد واحد يقول لي والله يا أخي فلوس الفلوس التعب مالها يعني يحشي لي بحرق الدم، يقول لي الفلوس تعبها ما وفيته. نعم. تعب التعب الحراسة والجرنجل المحصول وجاي فد يعني يصفن صفنات يعني تخلي الواحد يعني يطلع عن طوره وغيرها 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 وغيرها. فيا أخي ابتلاء العراق ابتلاء بهذا الحثالة اللي يحكمون العراق. نعم. وصدقني يا اخي يا عمر والله وحق بالله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، هذول ما يبنون بلد وراح يوصلونا بعد اسوء. خافت بيني حال واحد يمشي ويتنفس، لا هسه راح يخلون العراقي يكره نفسه وينتحر صدق. يعني اكبر مثال هاي ذيك المره مال الديوانيه، مره رجلها ميت واطفال عدها ثلاثه واكل ما عدها، تسوي تلم اخواتي يعني دول عندهم غيره وشرف مستحيل والله، تلم اخواتي بيسوي توكل جهالها. نعم. هناك عن الصحة وعن الزراعة وعن الصناعة، هذول دمروا الكيان العراقي كله. فشو نقول يا أخي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. نستكمل ما جاء في تقرير موقع The Wire الأمريكي، حيث حذر في تقريره من أن عدم مراعاة الصحة العقلية في العراق ستؤدي إلى مشاكل كبيرة على المستوى الاجتماعي، وهي بحاجة إلى معالجة فورية في هذا المجال. طبعا احنا الشيء يذكر يعني اليوم البنك الدولي توقع ان يتجاوز عجز الموازنه الماليه في العراق بنسبه 29% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، وبالتالي ستصل احتياجات التمويل الاجمالي الى 67 مليار دولار، اي اكثر من 39% من الناتج المحلي الاجمالي. ورجح البنك بانكماش الناتج المحلي للعراق بنسبة 9.7% هذا العام، ما يعني تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003. من جهته أكد معهد جيفر ييرز للخدمات المالية بأن حاجة العراق من التمويل الخارجي هذا العام ستكون بنحو 40 مليار دولار مع صعوبات كبيرة في الحصول عليها، وتحذر أوساط برلمانية من اللجوء إلى ثلاثة خيارات لمحاولة ترقيع الأزمة الاقتصادية، وهو الادخار الإجباري للرواتب أو خفض سعر صرف الدينار أو السحب من الاحتياط النقدي للبنك. يعني هذا المؤشر يدل على ارتفاع نسبة الفقر، وظائف ماكو، مديونية أكثر لخزينة العراق. وإحنا نتكلم أنه من الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات الاكتئاب والانتحار هي الحالة الاقتصادية في البلد، وبسبب فساد الطبقة السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن وسرقتهم لأموال العراق نتج عن ارتفاع هذه المعدلات. مثل ما ذكرنا من بطالة، يعني اليوم البطالة إحنا بالعراق تقرأ تقريباً أكثر من 45% 40% من البطالة. نتكلم على معدلات الفقر، إذا تكلمنا بحسب الأرقام الحكومية أكثر من 30% بعد فيروس كورونا. إذا نتحدث عن الوظائف، وظائف ماكو، يقول لك ما عندنا فلوس إحنا حتى نوظف وحتى نوفر فرص عمل للخريجين في العراق. يعني قبل أيام إحنا الأطباء بالعراق كان عاملين إضراب، تخيلوا الطبيب ما عنده وظيفة، المهندس بالعراق ما عنده وظيفة، اللي عنده شهادة دكتوراه ما عنده وظيفة، ما يلقى وظيفة. بينما البرلماني هذا النائب قبل يومين ضحكني طبعا وضحك تقريبا أغلب العراقيين، يعني مع الأسف من المضحكات المبكيات، يعني شر البلية ما يضحك.
نائب عن ميليشيا العصائف في البرلمان يدعو إلى العفو عن البرلمانيين والوزراء المزورين بشهاداتهم. المزور بشهادته وجاي داخل البرلمان قال لهم أنا دكتور، أنا عندي ماجستير، أنا عندي كذا، يقولهم اعفوا عنا، وهذا عضو في البرلمان. فلك أن تتخيل الوضع في البلد وين واصل. إذن كما أشرنا بأن العراق مع الأسف اليوم يحتل المرتبة الثانية عالميا بمعدل الاكتئاب بعد أفريقيا الوسطى، والخامس عربيا بمعدل انتحار. ونرجع نقول بحسب التقارير هذا المسجل 1128 للعام الماضي، 1128 في عدد حالات الانتحار هذا المسجل. ويعني تكلمنا بأنه الكثير من العوائل تخجل أنه تقول أنه ابني أو بنتي انتحرت بسبب الوضع اللي يمر بالعراق، والأوضاع مع الأسف دسوا أكثر وأكثر بسبب صراع الأحزاب، بسبب صراع الميليشيات على الدولة، على مدخر، على أموال الدولة، على ميزانية الدولة. حتى ولو افترضنا بأنه صح يعني النفط أسعاره قلت، ولكن عندنا منافذ حدودية، عندنا سياحة دينية، عندنا هذه الأجواء يعني في العراق، هذه كلها موارد الدولة. وينها؟ من تسألهم وينها؟ بجيبهم هم أولد الخايبة، الخريجين والموظفين يعانون ما يعانون. معنا اتصال محمد من الفلوجة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا، حياك الله، يا هلا بك. أنا يا غادي الرافدين مو؟ نعم تفضل. بس عم بدي الشغلة العفو، ما عفو طالب بالعفو يعني العفو العام. نعم تفضل أخي. العفو العام طالب دي. نعم اي والله طالب بالعفو العام والمساجين. عند أخويا محكومة وأنا بالسجن مال التاجي، طالب بالعفو العام. الله يفرج عن كل بريء يا رب. ها الله يفرج عن كل بريء. اشكرك رحم الله والديك عينه وصلوا يعني الصوت لاي الصوت مالي وصلوا احب توصلوني والله. هذا صوتك طالع على الهواء مباشره. نعم طالب بالعفو للمساجين المظلومين والابرياء. نعم للسجون العراقيه. نعم طالب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العفو العام. نعم عن الابرياء والمظلومين، وشكرا لكم. أنا أشكرك. أشكرك أخي محمد من الفلوجة كان معنا. طبعا اليوم كذلك موقع المونيتور الأمريكي أكد بأن الفساد، والفساد هو أس كل هذه المشاكل اللي دعا تحدث بالعراق من اكتئاب وحالات انتحار وعدم الاستقرار، قال بأن الفساد لا يزال يهدد استقرار العراق في ظل فشل حكومة مصطفى الكاظمي بوضع حد للفساد المستشري وملاحقة السياسيين الفاسدين. كل شيء ما سوى لغاية الآن 5 أشهر لا ألقى القبض على فاسد ولا شيء. أضاف الموقع في تقرير له بأن العراق لا يزال مصنفا من بين الدول 20 الأكثر فسادا في العالم، في حين لا يمكن وصف التكلفة الاقتصادية للفساد تزامنا مع الحاجة الماسة لتوفير الرواتب. شدد الموقع على أن ضعف سيادة القانون في العراق أساس للفساد، حيث يستغل السياسيون النظام لصالحهم، في حين لم تستهدف حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الكاظمي سوى شخصيات ثانوية نسبيا، ولم تمس الشخصيات الرئيسية المرتبطة بالأحزاب السياسية والميليشيات، فضلا عن تسييس الحملة للتسقيط السياسي. عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حما رشيد قال بأن توجه الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، لتطبيق الادخار الإجباري للرواتب أمر بحاجة إلى تشريع قانون، وهو ما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن. أضاف بأن استقطاع الحكومة جزءا من رواتب موظفيها وادخاره لفترة معينة على أن يصرف لاحقا هو ما تعمل الحكومة على تمريره، بجانب تأخير الرواتب لمدة تصل إلى أكثر من 50 يوم. يعني الراتب يصير مو كل شهر، كل 50 يوم. تابع النائب بأن السلطات الحكومية لجأت إلى السحب من أموال الاحتياط النقد الأجنبي
من البنك المركزي عبر إصدار حكومة سندات يشتريها البنك المركزي، على أن يكون الضامن لهذه العملية هو الاحتياط النقدي الذي يقدر حاليا بستين مليار دولار فقط. الجماعة وصلوا إلى الاحتياطي، ما عندهم قام يأخذون من الاحتياطي، لأن يقول لك إحنا والله فلسنا. علي علاوي وزير المالية قبل كم يوم قال اللي انسرق 250 مليار دولار، 250 مليار دولار منذ العام 2003 تم سرقتها من خزينة الدولة، يعني ربع تريليون. هاي تبني لك ثلاث بلدان ترى، يعني لا واحد يستهين بهذا المبلغ 250 مليار دولار. هذا طبعا يتكلم به هو وزير مالية، ولكن التقارير الدولية والمحلية تؤكد بأن السرقة أكثر، يعني يصل سرقة الأموال إلى نصف تريليون. هذه السرقة، يعني سرقة الأموال، شلون ما حرامي فات للبيت وباقي هذه الفلوس. إذا تحدثنا عن باقي الأموال راحت مثلا، خلينا نقول مشروع مليار دولار صرف على هذا المشروع، وراح المشروع بإيد الحرامية، راح الفلوس بإيد الحرامية. أما ذن 250 مليار اللي تحدث بها وزير المالية، لا، سرقت عدا العقود الفساد، عدا المشاريع الوهمية، عدا السرقة من المنافذ، واردات النقل، الأجواء العراقية، فلوسها وين تروح، فلوس الترانزيت وين تروح. كل هذه الأمور منذ العام 2003 ولغاية الآن 17 سنة الجماعة فلحة، وبس بشغلة واحدة دائما نقولها، هي سرقة البلد. ومع الأسف مثل ما تحدثنا عن اليوم، الحلقة كانت حول ارتفاع حالات الاكتئاب بالعراق بسبب هذه الطبقة السياسية وسرقتها، وبسبب الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، العراق مع الأسف صار البلد الثاني عالميا من ناحية الاكتئاب، والخامس عربيا من حيث عدد الانتحار. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.